إذن عن تداعيات جائحة كورونا بعد بدء دول العالم تقديم اللقاحات المضادة للفيروس والصراع المنتظر للحصول عليه، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عاطف زكي استشاري الأمراض الباطنية والمناعة. دكتور عاطف مرحبا بكم. أرقام مرعبة، 96 مليون إصابة هو العدد التقريبي لضحايا فيروس كورونا، أيضا السلالات ما زالت تتابع وتتحور. بداية، اللقاحات التي طرحت وبدأت الدول في حقن شعوبها، دكتور إلى أي مدى ترى نجاعتها في ظل تطور الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أبعث سلامي وتحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. بالنسبة للنوعيات بتاعت الفيروس كورونا هي بتختلف من فترة لفترة، والموجة الأولانية مختلفة تماما عن الموجة الثانية. كل ده بيتوقف عليه كفاءة التطعيم وكفاءة اللقاح الموجود. الصراع الموجود دلوقتي بين الدول في كيفية استخدام هذا اللقاح وكيفية توزيعه وكيفية المكاسب اللي هم هيجنوها من وراء هذا اللقاح. اختلافات النوعيات بتاعت اللقاح من دولة لدولة، وكل دولة بتقول كفاءة اللقاح بتاعي هو المنتشر وهو القوي. كل ده صراحة يعني غير مدروس وغير متوقع. فلازم طبعا منظمة الصحة العالمية هي اللي تقرر، إن كانت يعني عادلة هي اللي تقرر بتوزيع هذا اللقاح على الدول الفقيرة قبل الدول الغنية. طيب دكتور، هناك من يشكك في اللقاحات المتداولة ويستشهدون بأن هناك يعني ربما تكون أمراض يصارع العالم منذ عشرات السنوات لمكافحتها، مثل السرطان والإيدز وحتى الإنفلونزا، ولم يوجد لها علاج ولا لقاح. السؤال هنا، كيف لشركات الأدوية أن تنتج لقاحا لفيروس قاتل في غضون 6 أشهر؟ ما هو ده يعني الغريب فعلا، سرعة يعني عمل الدول على أساس أن هي تجني المكاسب هي اللي خلتها فعلا تطلعه في هذا الوقت القصير. المعروف طبعا اللقاحات والتطعيمات أو الأدوية العلاجية بتاخد بتندرج تحت مراتب معينة عشان يبقى اللقاح ناجح. يعني المثل علاج فيروس سي خد سنين كتيرة قوي عشان يطلع، علاج فيروس بي للكبد برضو لسه تحت التجربة بقاله فوق 4-6 سنين. فأنا مستغرب فعلا إن إزاي هذا اللقاح يطلع والدول كلها بتتسابق، وكل شوية يطلع الأول الصيني وبعدين الروسي وبعدين بتاع فايزر. فيعني حاجة فعلا غير يعني غير مدروسة. دكتور، ظهرت بعض الوفيات من اللقاح الأمريكي تحديدا، لكن هنا من الناحية الطبية البحتة، هل من احتياطات يجب اتباعها قبل أخذ اللقاح تنصح بها حضرتك دكتور؟ والله هو يعني عشان اختيار يعني الشخص المناسب للقاح، يعني الاختيار صعب جدا. الكل عاوز ياخد اللقاح لأن الكل معرض للعدوى، فإزاي إحنا يعني نختار جهة من الناس وما نختارش الجهة الأخرى؟ ده صعب جدا جدا يعني. فاتضح إن كل واحد يعني عنده الأمل إنه ياخد اللقاح على أساس إنه هو ما ياخدش عدوى وما ياخدش الإصابة. دكتور، هناك من يقول إن المرضى الذين يعانون من حساسية الصدر أو الربو لا يجب عليهم أخذ هذا اللقاح، ما مدى صحة هذا الطرح دكتور؟ والله ده بالعكس، يعني أنا شايف إن هم دول الجرعة اللي هي الستيبل قوي إن هم ياخدوا اللقاح، لأنهم عرضة، المناعة بتاعتهم قليلة وكفاءة الرئة عندهم مش قوية. كبار السن طبعا لازم ياخدوه، الصغيرين لازم ياخدوه. ف يا ريت يعني ده يبقى عام وكله هيجي بالتجربه. يعني هم لما هيجيبوا الناس اللي هم عندهم امراض رئويه مزمنه وهياخدوا اللقاح ويشوفوا ان فعلا ده حصل لهم اي مضاعفات، يعني بيتجنبها.
كله هيجي بالتجربة. دكتور، هناك خوف من الذين لم يصابوا بفيروس كورونا، يعني هناك من ربما ينصح بأنهم لا يأخذون هذا اللقاح على اعتبار أنهم لم يصابوا بالفيروس، ما هي نصيحتكم تجاههم دكتور عاطف؟ طيب، هم دلوقتي هم لو ما خدوش اللقاح مش هيبقوا عرضة للعدوى وعرضة لأنهم يلقطوا هذا الفيروس عن طريق النفس، عن طريق أي حاجة، عن طريق استخدام الأدوات. فطبعا ما فيش حاجة اسمها كده، لازم الكل ياخد تطعيم. التطعيم ده بيبقى عام، يعني في بعض الدول خلته إجباري. دكتور، تعتقد أن اللقاحات أتت بنتائج إيجابية أكثر من ما هي سلبية دكتور؟ والله هو ده المتاح الموجود، بس وما فيش حاجة بديل له. فنظرا لقوة وشراسة الفيروس، ان الفيروس خلال 48 ساعة بيعمل تليف في الرئة بنسبة 50%. نعم. يعني اكيد يعني ما فيش بديل تاني غيره، يعني حتى الأدوية والعلاجات غير مجدية. يعني ان المريض ياخد اللقاح وينتظر ظهور المناعة عنده، ظهور المناعة عنده ما بتطلعش على طول مع أول جرعة أو تاني جرعة، بتاخد فترة. وهل المناعة دي نسبتها قد إيه؟ وهل المناعة دي بتقعد كام سنة؟ كل ده هيبان في بعد أخذ التطعيمات أو بعد أخذ اللقاح. دكتور، هل تنصح بأن يعني أخذ دواء يؤخذ مع اللقاح؟ هل تنصح بذلك؟ مثلا أي دواء انتيبيوتيك مثلا؟ لا، هو اخذ الدواء لو في مرض. دلوقتي يعني اغلبيه اللي احنا بنشوفه مصابي مرضى الكورونا على حسب المناعه بتاعتهم. في ناس ما بياخدوش ادويه خالص، بياخدوا فيتامينات، حاجه تقوي المناعه عندهم، بيعملوا عزل لمده 10 ايام 14 يوم، بيطلعوا سلام، ما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم، على حسب برضه كفاءه الرئه عندهم وعلى حسب كفاءه العضلات بتاعت الصدر في مقاومة التنفس ومقاومة الفيروس نفسه. الدكتور، أغلبية الناس يعني ممكن يكونوا أصابوا بفيروس كورونا وجالهم العدوى، بس هم مش حاسين بيها وتم شفائهم. عبر سكايب من اسطنبول الدكتور. بنلاحظها بالتحليل لما بنعمل لهم بي سي آر، بنلاقي الأجسام المضادة عندهم موجودة في دمهم، وده دليل ان هم اوريدي اصابوا بالفيروس وخدوا مناعة بدون شعور وبدون ظهور اي اعراض. من اسطنبول الدكتور عاطف زكي، استشاري الأمراض الباطنية والمناعة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة والإفادة.